يا مساء الفل والخير والسعادة على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة واستثنائية من الحريفة. أحداث كتير قوي حصلت في فترة الأجازة هنتكلم فيها ونناقشها معاكم بالتفاصيل، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة. مساء الفل يا هنود. مساء الفل يا حبيبة قلبي. عاملة إيه؟ أجازة سعيدة صح؟ أسبوع سعيد. أسبوع لذيذ. أفتن؟ لا لا خلاص، الدنيا لذيذة خلاص بقى، نهارك أبيض. برحب بحضراتكم جميعا، وخلونا نبتدي بلعبات الأهلي الحريفة اللي مشرفينا في كل الألعاب الحقيقة. بنبارك طبعا لنجوم سيدات الكرة الطايرة بفوزهم بكأس السوبر امبارح، وطبعا هنتكلم عن الموضوع باستفاضة، وخصوصا وإننا معانا اثنين من نجمات وكباتن الفريق. بس تعالوا الأول نروح نشوف أخبارنا إيه النهاردة في السريع. أول خبر معانا النهاردة المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي، واللي هيكون الساعة 5 بعد حلقتنا على طول، واللي هنعلن فيه تفاصيل توقيع عقد الرعاية الرابع للأهلي مع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بعد طبعا ما خلصنا التعاقدات اللي فاتت اللي هي كانت مع شركات اتصالات مصر الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي بنك أبو ظبي الأول مصر جي إل سي للدهانات. وبيجي التعاقد مع المراسم الدولية للتطوير العمراني لمدة 4 سنين، وهيكون المؤتمر بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وخالد بن لادن رئيس مجلس إدارة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. يعني الحقيقة بنتكلم عن رعاة السنة دي كلهم بحجم النادي الأهلي، حاجة مشرفة جدا، إن شاء الله القادم يكون أفضل وأفضل. تاني خبر معنا النهاردة وهو قرعة بطولة كأس العالم للأندية اللي اتعملت أول امبارح، ووقع الاهلي ووقعت الاهلي في مشواره بالبطوله مع كل من اوكلاند سيتي في المباراه الافتتاحيه، وبعدها سياتل ساوندرز الامريكي. ولو فزنا هنقابل ريال مدريد في مباراه قبل النهائي، علشان لاول مره في التاريخ يتقابل الاهلي مع الفريق الاسباني رسميا، وده بعد ما كنا تقابلنا في مباراه وديه فزنا فيها عليهم 1-0، وكان بيلعب وقتها اساطير ريال زي زيدان وراؤول وروبرتو كارلوس في المباراه اللي اتسمت بمباراه القرن. بالظبط. وطبعا يا هند احنا عارفين الفرق ما بين الماتشات الرسميه والغير وديه، بس طبعا ان شاء الله نقدر نفوز ونوصل للنهائي في كاس العالم للانديه. وده ياخدنا بقى لكاس تاني خالص، وهو كاس ملك اسبانيا اللي بيستعد علشانه النهارده استاد الملك فهد الدولي في السعوديه لاستضافته واستضافه كلاسيكو الارض التاريخي الساعه 9 بالليل، في مباراه هتكون ما بين ريال مدريد طبعا وبرشلونه كلاسيكو، عشان نشوف مباراه ضرب نار ما بين الفريقين، خصوصا ان برشلونه بيسعى في رد اعتباره بعد هزيمته في الدوري من النادي الملكي والرجوع لمنصه التتويج باللقب اللي غايب عنه من 2018. يعني ان شاء الله هنشوف مباراة قوية جدا. حاسة هتبقى مباراة قوية مش متخيلاها. يعني انت بتشجعي مين يا هند؟ برشلونة. انا الاهلي وبرشلونة من زمان. بصي انا كنت زيك برشلونة، بس انا معرفش ليه بقيت دلوقتي عايزة ريال مدريد يكسب. فعلا؟ لا انا ما بغيرش انتمائياتي الكروية يعني ايا كان. طيب هنروح بقى لدلوقتي فقرتنا الجاية وهي صورة في تعليق. الصورة اللي معانا النهاردة صورة اللاعب المصري ونجم الأهلي السابق محمود حسن تريزيجيه اللي ظهر مع فريق التركي ترابزون سبور امبارح وساهم في فوزهم على فريقه السابق بشاك شهير بهدف. والحقيقة انه وهو تريزيجيه بيقدم مستوى جيد جدا في الفترة الأخيرة، وبنحييه الحقيقة على شغله وعلى نفسه وتقدم مستواه، واللي جاي إن شاء الله يكون أحسن لتريزيجيه، لعيب كبير جدا يعني. بالظبط، تريزيجيه مشواره حلو ومحقق حاجات كويسة قوي الفترة اللي فاتت، يعني مثلا لعب مع ترابزون تقريبا 27 مباراة في كل البطولات الموسم ده، سجل 7 أهداف، صنع 6، فدي تعتبر أرقام مميزة جدا الحقيقة. ولو مشي بنفس الطريقة هيختم الموسم بشكل كويس جدا جدا. بنتمنى له طبعا كل التوفيق في الفترة اللي جاية ومشواره الاحترافي. صح صح. والحقيقة إن تريزيجيه كمان خلينا نقول إن هو على المستوى الأخلاقي من اللعيبة الهادية، ما بتعملش مشاكل. صحيح. ما سمعناش كده إنه تريزيجيه عمل مشكلة في أي حتة، فده مهم جدا للعيبة. يعني كل التوفيق لتريزيجيه إن شاء الله. إن شاء الله. بكده تبقى خلصت أخبارنا. تعالوا دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف معانا ايه النهارده. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لاستوديو الحريف.
الذهب يعرف مكانه مهما تغيرت الأسماء، وفتيات الأهلي كبريق الذهب يلمع في كل الصلاة وعلى كل منصات التتويج وحصد البطولات. الحقيقة امبارح كلنا كنا في قمة السعادة والفخر بنجوم وأبطال فتيات الذهب فريق سيدات الطايرة بعد فوزهم بكأس السوبر بنتيجة 3-0 بعد أداء ولا أروع. وأكيد ده كان نتيجة تعب وشغل كبير طول الفترة اللي فاتت، وعشان كده احنا قررنا النهاردة معانا ومنورنا اتنين بطلتين من الفريق وبنحتفل معاهم بالفوز، وعشان كده كمان قررنا ان ما يكونش معانا منورة النهاردة، ونبدأ بنجومنا كابتن نهلة سامح كابتن فريق الطايرة بالنادي الأهلي، وكابتن سارة أمين لاعبة كرة الطايرة بالنادي الأهلي. أهلا بكم يا أبطال، منورنا. مبروك أول حاجة. عايزين نتكلم، نبتدي نهلة من ماتش امبارح والفوز. طبعا الحمد لله على الفوز. طبعا يعني دي اول مره البطوله تقام في مصر، يعني دايما كان بيكون في دوري وكاس، اول مره الاتحاد يعمل بطوله السوبر المصري، فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نحط اول بطوله اتعملت باسم النادي الاهلي عشان نكمل طبعا انجازات الاجيال قبلنا، ان احنا محافظين على البطولات المحليه اكتر من 30 سنه. فطبعا كان تحدي كبير جدا بالنسبه لنا ان احنا اول بطوله وجايه في اول السيزون، بلس كمان ان البطوله دي هتدينا ثقه لبقيه السيزون ان شاء الله في البطولات الجايه. ان شاء الله. الف مبروك مبدئيا. طب كابتن ساره قولي لي بقى، شايفه الفوز ده ازاي وكان احساسك ازاي؟ طبعا دي اول بطوله تتعمل، ان هي لسه اول بطوله تتعمل السنه دي، ده بيدينا كده دفعه لبدايه السيزون، يعني ان احنا نخش على الدوري والكاس او كده بدايه السيزون ببطوله، طبعا دفعه كبيره. وان احنا كنا زي ما نهلا قالت طبعا تحدي لينا كبير، قدرنا ان احنا كان برضو الماتشات يعني اسبوعين، 3 ايام الاسبوع اللي فات واسبوعين يومين الاسبوع ده، قدرنا الحمد لله ان احنا نمشي يعني ماتش بماتش ونحضر له ماتش بماتش، الحمد لله قدرنا نفوز بكل المباريات الحمد لله. ما شاء الله. ده انا عايزاكم تقولوا لنا عن كواليس الماتش الاخير، الاشواط كلها كانت صعبه، اصعب شوط عليكم كان ايه، حاجه حصلت في البريك، يعني احكوا لنا عن التفاصيل. يعني ما فيش مثلا في لحظه كده حسيتوا ان انتوا لا البطوله دي هتروح مننا، او يئستوا في لحظه او خفتوا في لحظه، احكوا لنا الكواليس. هو يمكن يعني احنا في زي ما سارة قالت احنا لعبنا في يعني في يعني خميس جمعه سبت اللي فاتوا والجمعه وسبت الماضي، فيمكن الماتشات كلها كانت المستويات متقاربه، يعني احنا كنا 4 فرق بنلعب على البطوله، كان احنا ونادي الصعيد ونادي سبورتنج من اسكندريه ونادي وادي دجله. الماتشات كلها كانت تعتبر مقفوله، منهم ماتش سبورتنج اللي لعبناه كان الاسبوع اللي فات اللي هو كان في تحديد المراكز عشان يعني بعد كده نوصل للسيمي فاينل. الماتش ده كان انتهى 3-2، فيعتبر الماتش كان مقفول وكان اللعب فيه يعني كان لعب عالي. وكمان ماتش السيمي فاينل كان ماتش قوي، كان مع وادي دجله، انتهى 3-1، ولكن برضه كان في لعب، يعني الماتش كان قوي جدا. وماتش امبارح الحمد لله قدرنا نفوز 3-0، لكن يمكن يعني اكتر شوط يمكن كان فيه مقفول شويه كان الشوط الثاني، كانوا يعني كنا ماشيين نقطه بنقطه لغايه النقطه 20 مثلا، هو الجيم من 25، فكنا ماشيين لغايه النقطه 20-20، فطبعا ده يمكن الجيم ده شويه كان برضه نقطه فاصله شويه في الماتش، ان احنا ما ننجحهمش ثاني ونتعادل 1-1، طبعا 2-0 غير 1-1 يعني، فكان شوط فاصل شويه في البطوله ده. ساره بالنسبه لك كان الماتش ازاي؟ في البريك بقى او في التايم اوت، طبعا في الوقت ده، في الوقت اللي هو الكريتيكال ده، كان بيبقى على طول كابتن حمدي او كابتن ياسر كابتن احمد كلهم بره بيوجهونا طبعا في الوقت ده نعمل ايه بالظبط، الرفع يبقى لمين، الارسال يبقى موجه فين، واللي هو لازم تعليمات من بره، هم شايفين الملعب من بره اكتر طبعا. بس فده اللي خلانا الحمد لله ان احنا ايه يعني نتغلب عليهم واحده واحده، قدرنا ان احنا نفوز الحمد لله. خلى ده الفوز اللي هو بتاع الجيم التاني ده خلى الفوز الجيم التالت اسهل بكتير، والماتش بقى اسهل الحمد لله. اوكي. طب عايز اسالكم انتوا الاثنين، شايفين مشوار الاهلي عامل ازاي وايه البطوله الاصعب؟ اكيد طبعا يعني احنا الحمد لله كل بطوله بناخدها هي بالنسبه لنا بتكون صعبه، احنا بنلعب دايما على الذهب، فالحمد لله ان احنا عدينا السوبر. دلوقتي طبعا هنبتدي نركز، يعني خلاص قفلنا صفحه السوبر، هنبتدي نركز ان شاء الله في الدوري والكاس، وطبعا البطولات الافريقيه بتكون من اصعب البطولات، يعني عشان بنقابل طبعا فرق قويه زي الفرق التونسيه والكينيه، فطبعا بتكون البطوله الافريقيه الاصعب. لكن السنه دي الموضوع مختلف برضو، في فرق كتير جدا في الدوري
دعمت بمحترفين ولاعيبه عاليين جدا، فالمنافسه حتى في الدوري الكاس هتكون اصعب من كل سنه يعني ان شاء الله. مين الفرق الاصعب اللي بتخافوا تواجهوها او بتعملوا حسابكم زياده ان انتوا هتواجهوها؟ احنا دلوقتي يعني تقريبا كل الفرق بقت في نفس المستوى او يعني بدرجات متفاوته شويه، بس كل فرقه بنبقى عاملين حسابها كويس قوي. يعتبر الفرقه الاكتر اللي احنا بنواجهها وهنواجهها يعني كتير السنه دي مرات كتيره، حتى هم الزمالك يعني قابلناهم في الادوار التمهيديه اللي هي في الدوري، ولسه هنقابلهم طبعا في الكاس وفي الدوري كمان في النهائيات. ف طبعا كل فرقه احنا عامه بنعمل لها حساب، حتى الفرق اللي احنا لعبناها في السوبر كل فرقه بنعمل لها حساب وبنقدرها كويس قوي وبندرسها كويس قوي. ف لا يعني لسه كنت عايز اسالكم، يعني بتدرسوا فعلا الفرق؟ بتبقوا عارفين كل فرقه كده ايه قوتها وايه ضعفها وهنخش لها منين وكده؟ بالظبط بالظبط. بتبقوا مجهزين كل الفرق؟ طبعا كابتن شريهان اخت نهله هي اللي بتبقى محضره ماتشات، بتقول لنا الماتشات بتجيبها لنا بنتفرج عليها، كابتن حمدي بيقعد معانا، دي بتضرب هنا دي بتضرب كده، هي بتكون زي محاضرات فعلا. يعني هو فعلا كاننا فعلا بندرس الفريق اللي قدامنا، بتكون محاضره على كل لعيبه يعني. انتوا في نادي جمهوره ما بيقبلش خساره، ما بيقبلش غير بالمكسب، يعني لو كسبتوا 10 بطولات وخسرتوا التاسعه ال 11 هيمسكوا لكم في ال 11، ده هل بيكون حافز ولا ضغط عليكم؟ الاثنين بصراحه. احكي لي يعني عن علاقتك ان احنا بيكون في ضغط، ان احنا دايما مطلوب ان احنا بنلعب على الذهب، دي طبعا ميزه، هو ده اللي خلانا نوصل الحمد لله لرقم البطولات دي كلها على مدار السنين دي كلها، ده اللي وصلنا لكده. وفي نفس الوقت بيكون في ضغط علينا زياده عن الفرق اللي قدامنا، يعني الفرق اللي قدامنا انا كسبت تمام، ما كسبتش انا عملت اللي عليا، لكن احنا لا احنا لازم نكسب. بس بصراحه برضه عايزه اقول حاجه، يعني احنا في بطوله افريقيا خسرناها قبل كده، الجمهور بصراحه كان في ظهرنا يعني، وبالعكس وقال احنا الفرقه دي ياما فرحتنا وكانوا في ظهرنا، ولكن طبعا يعني هم حقهم، وده يعني ان هم ما يودوش غير بالمركز الاول طبعا، عشان الحمد لله النادي الاهلي يعني معودنا على المركز الاول، واحنا الحمد لله كفرقه اعتقد من اكتر الفرق تتويج في النادي يعني. ده حقيقي. ساره احكي لي موقف كان الجمهور فيه هو السبب انك تكملي، او موقف كنت فيه زي ما بيقولوا نفسيا واقعه وبسبب الجمهور رجعتي. زي بصي، هو كل الماتشات عامه وجود الالتراس ده بيعلينا نفسيا عامه، بس اكتر ماتش كنا فيه واقعين كان في نهائي افريقيا 2017، كنا خسرانين الجيم الاول 2019 وقدرنا ان احنا الجمهور بقى كان مالي الصاله على اخرها، وابتدى ان هو التشجيع بقى يعني الصوت بيعلى والتشجيع يبقى اكتر وكل حاجه، بس ده قدر يعني كان من اسباب طبعا المكسب. وطبعا احنا يعني نتمنى ان احنا ان هم يبقوا معانا في كل الماتشات وكل البطولات. هم معاك، هو جمهور الاهلي ما بيسيبش حد. طبعا بجد يعني. طب عايز اعرف بعد الماتش العظيم بتاع امبارح مين اول حد تواصل معاك وبارك لكم؟ احنا طبعا كان متواجد معانا في الصاله سيادة الوزير عمرو فاروق وكابتن خالد العوضي، طبعا كانوا معانا، وعلى طول ساعتها كابتن الخطيب يعني حصل التهنئة بالفوز بالسوبر، فيعني هم بصراحة معانا من بدري كمان من قبل ما نلعب الماتش يعني، وبيحفزونا ومعانا. نهلا أنا عايزاكي تقولي ألو في تليفون ليكي. أوكي. ألو؟ ألو؟ شيرين. شيرين ازيك؟ الحمد لله تمام. شيرين اختك صح؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورانا. الله يخليكوا، ربنا يخليكوا، اخباركوا ايه؟ كله تمام. شيريهان والخطط، ها انت اللي بتقولي لهم خطط الفرقه الثانيه، التكتيك بتاعها. انا بتاعت الخطط. ايوه انا يا جماعه بتاعت الخطط هو ده. انا عايزاكي تقولي لنا بتعملي ايه مع نهله في الاوقات الصعبه اللي زي دي قبل البطولات، الكواليس كده بتكلميها تقولي لها ايه يعني؟ بصي، هو الحمد لله انا ونهله كمان يعني الميزه ان احنا كنا بنلعب مع بعض، فمتعودين كده اللي هو ايه يعني، هي نهله برده متصاعده معايا من زمان قوي واحنا بنلعب، فكنا متعودين كده مثلا انا لو شايفه حاجه وهي بتلعب نفس مركزي كمان، فدايما تلاقيني لو في حاجه مثلا شايفاها ممكن تلاقيني ايه اقول لها لا اعملي كذا مثلا، كلهم والله يعني كل بتوع المركز بصراحه اللي بيلعبوا معايا في نفس المركز، ساعات اقول ايه مثلا نهله هنعمل كذا هنعمل، بس نهله بقى عشان لما بتبقى معايا في البيت بيبقى في حاجات ثانيه بقى، مثلا نهله طب هنركز النهارده في
دي بقى هنا هنشوف الحاجات اللي انا فاهمها غير بقى الحاجات النفسيه ان هو لا احنا هنكسب ان شاء الله. انت عارفه برضو ايه يعني النفسيه دي مهمه الصراحه. يعني لازم تبقي تديهم دافع ان هم احنا لا هنكسب، حتى مش في الدوري او كده، في البطولات افريقيا او كده لازم يبقى عندنا دافع يا جماعه، ونفسيا حتى لو هم مهزوزين شويه نبقى احنا لا احنا جامدين يا جماعه وهنكسب ان شاء الله. فده بيبقى كلمات كده شويه. وبعدين هم ما شاء الله يعني ما بيتوتروش، هم ما شاء الله كلهم لعيبه كبار وبيأدوا اللي عليهم واكثر كمان. يمكن انت عليكي حمل كبير قوي وهو حياتي دي قطه دي ولا طفل؟ ده في الزغنون، انا عندي زياده كبيره، ده في الزغنون بقى ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، بيبارك بيقول لكم مبروك، يعني عايز اقول لكم مبروك ربنا يخليهم لك. بيبقى عليكي حمل الدعم النفسي وده مهم جدا جدا، واوقات كتير عارفه اللي بيدي الدعم ده اوقات بيبقى هو اللي محتاج الدعم طبعا، وبيبقى اوقات خايف. بتعملي ايه في الاوقات اللي زي دي؟ والله العظيم انا ببقى ساعات انا عايزه اقول لك ان في ماتشات ما ببقاش قادره اقعد على الكرسي حتى اكمل الشغل اللي انا بعمله من كتر الواحد ما بيبقى متوتر، ببقى قاعده متوتره جدا ويعني بس عايزه ابين لهم لا لا يا جماعه هنكسب ومفيش الماتش ده خالص وما تقلقوش، وانا عايزه حد يقول لي ما تخافيش. ايوه عايزه حد يقول لي لا ما تقلقيش هنكسب ما تقلقيش. بحاول على قد ما اقدر طبعا ان انا يعني ابقى معاهم دافع وان انا افهمهم ان الدنيا سهله والفريق فوق، ان احنا فرقتنا يعني قدها وقدود ومفيش اي حاجه تقدر تقف قدامنا. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا. هي دي المسؤوليه. طب انا عايز اسالك على حاجه شريان، ايه اكتر فرقه بتشيلي همها تقعدي تدرسي لها كتير وكده؟ بصي هو طبعا يعني طبعا احنا بنحترم كل الفرق جدا كلهم، ودلوقتي بالذات ان السنه دي كل الفرق دعمت فرقها بمختلفين. قبل كده الدنيا كانت مختلفه تماما. يعني قبل كده كنا بنبقى داخلين الدوري يعني شبه ان هو احنا يعني اقوى فرقه. اوكي. فبس بقى له فتره تقريبا سنه او سنتين سيف عامل قلق بمحترفين من بره وفي لعيبه صغيرين كده. فدلوقتي احنا معانا كان معانا فرقه السيتنج وفرقه صوتك بيقطع اوف حته فيها شبكه. ماشي هنرجع لك تاني يا شريان. دور شريهان كأخت وكلاعبة سابقة يعني الدعم اللي بتقدمه لك على فكرة اخوات ساعات بيعاندوا مع بعض يا ساتر. لا لا بالعكس مش كل الاخوات شريهان وشريهان مش كل اللي ما شاء الله بالعكس. انا عايزة اقول حاجة كمان، يعني صايا وانا وشريهان بنلعب نفس المركز. اوكي. ويعني شريهان كانت معانا في الملعب وصايا برضه في المنتخب كانت معاها، يعني لعبنا احنا الثلاثه نفس المركز. يعني احنا بنلعب نفس المركز فدي حاجه برضه كانت مشجعه يعني مشجعاني وكده. لما طلعت وانا صغيره طلعت درجه اولى في سن صغير فطبعا بيكون في رهبه يعني، بس كانت شريهان بقى هي يعني هي اكبر مني فلعيبه فوق كانت مطمناني شويه. وطبعا يعني في الملعب برضه بتشن كتير، يعني احنا دايما كاربعات بنبقى ممكن شايلين بعض شويه، بنكون في اتنين من نفس المركز في الملعب فبنطمن بعض. شريهان رجع تاني. شريهان الو ايوه معلش انا اسفه رجعت ولا يهمك كملي معاكي اتفضلي. فبقول لك فطبعا دلوقتي في فرق كتيره جدا فبيبقى شغل كتير ان الواحد بيبقى عايز يعمل سكاوتنج عليهم، لازم نبقى مع الفرقه. ففي مثلا البطوله دي كان فريق سبورتنج والصيد ووادي دجلة، فعلا الفرق الثلاثه يعني قدموا مستويات غير ان الواحد كان متخيلها بصراحه، عملوا ماتشات هايله وكبيره. فمثلا كان طبعا ماتش الصيد امبارح اللي هو النهائي ده طبعا الواحد كان شايل همه، لان عارفه برضو الماتشات النهائيه دي ما بتبقيش ضامنه برضو الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طبعا. فامبارح كان ماتش بصراحه الواحد متوتر فيه جدا. ولما نرجع بقى الكاس ان شاء الله الكاس والدوري بقى لما يبداوا هيبقى بقى في ماتشات ثانيه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. مش نفسك ترجعي تلعبي ثاني يا ريم؟ انا طبعا نفسي. يعني الواحد عارفه على طول كده، انت عارفه انا اول ما بطلت قلت لها خلاص كده حلو قوي وكويس وبتاع. كل بقى ما الفتره تزيد وانت ما بتلعبيش احس ان لا الواحد كان عايز ينزل يلعب كده ويفتكر ويعيد الذكريات الحلوه دي. طيب انا عايزاكي تقولي حاجتين، حاجه لساره ونهله وحاجه لجمهور الاهلي. عايزه اقول لسارة ونهله مبروك، وهم والفرقه كانوا هايلين امبارح ما شاء الله عليهم، وهم على طول قد المسؤوليه. وعايزه اقول للجمهور الاهلي يعني متشكرين جدا والف مبروك ليكم، وان هم على طول في ظهرنا وان هم على طول مع الفريق وبيدعموهم
وكان في جمهور ساعات بيحضر وبيشجع ويعني بيقول لنا كذا كذا ماتش في كذا اماكن. وطبعا بشكر مجلس الاداره على دعمهم ووقفتنا وقفتهم مع الفريق على طول. وامبارح كابتن الخطيب كان هنأ الفريق، وكان الوزير عمرو فاروق كان موجود، وكابتن خالد العوضي. فيعني متشكرين، وان شاء الله نوعدكم بالبطولات اللي جايه كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا. متشكرين ليكم جدا جدا طبعا. نعمل الاستضافات الجميله. وسلم لنا على سيف بقى. سلمنا على سيف وزيزو الاثنين بوسها لكل واحد. ربنا يخليك، شكرا. كابتن حمدي الصافي، هبتدي بساره، كلميني عن كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي طبعا هو بالنسبه لنا كلنا اللي هو الاب قبل يعني اللي هو اي حاجه. هو طبعا على طول سبورت لينا من اول ما انا جيت النادي الاهلي، يعني بقالي تقريبا 4 سنين، دي السنه الخامسه. من ساعه ما وصلت النادي الاهلي هو في ظهري وظهرنا كلنا. بس هتكلم عن نفسي، يعني هو على طول سبورت، على طول بينصحني في حاجات واقعه مني، حاجات عايزه تزيد عندي، حاجات كده. على طول في ظهرنا، على طول بيتكلم معانا في حاجات كده لازم نركز عليها في الملعب. لا هو كابتن حمدي على طول في ظهرنا كده وسبورت. يلا طبعا كابتن حمدي يعني هو طبعا معروف لعيب كره طايره، يعني من واحترف في اقوى الدوريات، فكان ان هو اصلا يعني حتى يمرنا كان شرف لينا طبعا، بالذات ان هو برضه بيلعب مركزنا. ايوه ده يعني موضوع المركز المركز. فطبعا بالنسبه لنا مثل اعلى، يعني اول مره كابتن حمدي مسكنا احنا طبعا كنا فرحانين جدا ان احنا يعني كابتن حمدي لعيب قوي زيه هيكون معانا وهينقل لنا خبراته. فطبعا شرف لينا طبعا ان كابتن حمدي يعني المدير الفني بتاعنا. طيب احنا مكملين معاكم، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم وحوارنا مع النجمتين. فاصل ونرجع. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنحتفل معاكم بفوز نجومنا وأبطالنا سيدات الأهلي في الطايرة بكأس السوبر، ومعانا كابتن نهلة سامح كابتن فريق الطايرة بالنادي الأهلي، وكابتن سارة أمين لاعبة كرة الطايرة بالنادي الأهلي. قولوا لنا بقى، أنا عايزة بس أعرف كابتن حمدي بعد الفوز بعد المباراة جمعكم كده كلكم، قال لكم كلمة، قال لكم إيه بالظبط؟ قال لنا صفحة وانتهت. خلاص يعني بطولة وخلصناها، نفرح وكل حاجة، بس اللي هو خلاص بقى دي يعني نفصل، عندنا لسه بطولات جاية، الدوري والكاس وكده بس، في صفحة وانتهت والحمد لله. 3 أيام أجازة. 3 أيام أجازة. وفرحناكم أجازتنا يعني فرحة وخلصت ما نزتش، يعني إيه نعرف إن دي بطولة وخلصت ونكمل. طيب تهنئة كابتن محمود الخطيب قال لكم إيه؟ طبعا هنأنا، قال لنا يعني طبعا المستوى ان هو كويس الحمد لله، والف مبروك للعيبه والجهاز الفني وكل حاجه. بس طبعا كابتن محمود الخطيب على طول طبعا بتواصل مع كابتن خالد العوضي ومع الاداره وكده، بس وعلى طول يعني معانا في كل حاجه. طب انا عايز اعرف برضو بعد الفوز كده احساسكم بيبقى عامل ازاي؟ يعني بتحتفلوا ازاي؟ يعني بعيد بقى عن الكوره واللعب والتمارين، ال3 ايام الاجازه دول بتعملوا فيهم ايه؟ لا هو احنا لما بينجح كده وبيسمع كلام بالزبط حلو من ناس جامده وبيكون بعد ضغط، والله يعني احنا ممكن نكون قبل الفاينل ده، يعني احنا دلوقتي مستريحين نفسيا كل حاجه، ممكن لو حد شافنا من اسبوعين لا احنا بنكون فعلا في ضغط نفسي غير طبيعي. احنا داخلين بطوله وداخلين على الفاينل والكلام ده، بيكون ضغط نفسي غير طبيعي. فطبعا مجرد ما انتهت، يعني مجرد ما الحكم صفر، احنا في ساعتها بنحس فعلا براحه نفسيه وفرح بالظبط، اللي هو خلاص الحمد لله. قبل ما نكمل كلام، احنا معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني. برحب بحضرتك يا كابتن، منورنا في الحريفه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. الف مبروك طبعا، يعني فوز مستحق، بس عايزاك تكلمني عن الكواليس وعن البنات، الدعم اللي كنت حضرتك بتديه لهم من اللحظات الصعبه اللي عدت عليكم. الحقيقه طبعا احنا فريق النادي الاهلي للكره الطايره كبير جدا، وفريق ليه تاريخ، يضم عناصر يعني اكتر عناصر خبره في مصر وعناصر دوليه. طبعا هم يعني البنات الحقيقه كانوا متحملين المسؤوليه طبعا بقياده الكابتن نهله سامح، ومعاكي طبعا ساره امين، الاثنين دولت من احسن العناصر واكثر العناصر في مركز 4 في مصر
خبره ووقت المؤثر الحقيقه هم بيبقوا موجودين في الملعب وبيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير لان خبرتهم كبيره جدا في الكره الطايره سواء على مستوى النادي الاهلي او منتخب مصر. الحقيقه الفرقه كلها كانت بتمر بظروف صعبه الفتره الاخيره، انتقالات لعيبه واصابات عندنا وكده، بس اللعيبه الحقيقه كلهم اتوعدوا يعني ان هم لازم يحققوا البطوله لان النادي الاهلي دايما متعود ان هو يحقق بطولات والمركز الاول في الكره الطايره. فالحمد لله هم عدوا الفتره الصعبه ديت وقدروا يحققوا بطوله السوبر اول مره في تاريخ الكره الطايره المصريه تتعمل، فكان لازم النادي الاهلي يبقى هو دي الرياده وحقق المركز الاول فيها. صح ده مكان الطبيعي يعني فعلا. فريق السيدات الطايره حقق بطولات وحاجات يعني خط صعوبات كتير قوي، لما بيبقوا اللعيبه بتوعك يا كابتن عندهم سنه احباط او صعوبات نفسيه او داون كاي حد، بتعالج ده معاهم ازاي؟ الحقيقه احنا دايما متعودين كل فتره لما بنمر بصعوبات او كده زي الفتره الاخيره دي بنقعد نتكلم مع بعض الفريق وكابتن الفريق، بنقعد نتكلم احنا كجهاز بنتكلم وبنفكر بعض دايما بالصعوبات اللي قبل كده مرينا بيها بالبطولات اللي حققناها، دايما بنعمل ابديت لنفسينا دايما ان احنا ما ننساش المجهود اللي بنبذله في التدريبات طول الموسم، ما ننساش المواقف اللي مرينا بيها، فلازم بيحصل نوع من التحفيز. اللعيبه برضو بتقعد مع بعضها مع كابتن الفريق، حصل الفتره الاخيره برضو كابتن نهى سامح جمعت الفريق وقعدت برضو بدون الجهاز وقعدوا قاعده معانا. الحقيقه كل الامور ديت بتساعد جدا مع الامور الفنيه اللي احنا بنشتغل فيها. صوت حضرتك مش واضح يا كابتن. الطايره وتاريخه كبير جدا، ايام بطولات عربيه او افريقيه، طبيعي ان بيحصل في الفريق اب اند داون، ده بيحصل طبيعي بس الفريق الفرق الكبيره زي النادي الاهلي في الكره الطايره بتقدر تعمل كام باك وبتقدر تقف تاني على رجليها، وده اللي بيحصل يعني الحمد لله دلوقتي. بالفترة اللي جاية احنا عرفنا ان حضرتك اديت لهم 3 ايام اجازة، فعايزين نعرف بعد الثلاث ايام الاجازة دول ايه اللي هيحصل. والله بصي احنا اللي يعني اللي احنا عارفينه ان شاء الله ان احنا اول مباراة لينا هتبقى في كاس مصر في يوم 6/2، فعندنا حوالي 20 يوم هم ما خدوش راحة بقى لهم فترة طويلة يعني شغالين ماتشات، وكان عندنا الدور الاول دور قوي كان فيه ماتشين مع الزمالك، بالاضافه لمجموعتنا كانت مجموعه كويسه فيها فرق كويسه بتلعب بولي، فكان في بولي تقيل في المجموعه بتاعتنا في دور التمهيد، وجا بعديها طبعا كاس السوبر وكانت دوره مش مجرد مباراه، لا دي دوره لعبنا فيها 5 مباريات قويه، فالحقيقه هم كانوا محتاجين راحه، فانا يعني فضلت ان انا اقسم لهم الراحه شويه، ما اديهمش فتره طويله قوي في الاول، اديتهم 3 ايام وان شاء الله صراحة كويسة بإذن الله. كابتن حمدي عايزة حضرتك توجه كلمة لبطلاتنا سواء نهلة وسارة اللي معانا في الاستوديو أو الأبطال اللي مش موجودين معانا. الحقيقة كلهم أبطال ويستحقوا كل تحية على الإنجازات اللي بيعملوها سواء ما في خلال الفترة ساعة اللي أنا موجود فيها أو قبل كده، فالحقيقة لا هم أبطال ويستحقوا كل تحية، حققوا بطولات كتيرة على المستوى العربي والإفريقي وسيطرة على المستوى المحلي، والمنافسة بقت شديدة، أنا بقول لهم المنافسة بقت شديدة دلوقتي، كل الناس طبعا بيبقى بطل عاوزين ينافسوه أو عاوزين يزحزحوه مع البطولات بتاعته، هتلاقوا مقاومة شديدة الفترة الجاية، فلازم تبقوا قدها وتركزوا أكتر وإن شاء الله تحققوا كل بطولة زي كل موسم بإذن الله. تقولوا إيه للكابتن؟ يعني بنشكره طبعا، بنشكره طبعا على الفترة بتاعت السوبر، إن إحنا الحمد لله قدرنا نفوز بالبطوله، وطبعا ده مجهوده وبنشكره طبعا على مجهوده معانا طوال السنين دي، حققنا بطولات كتير جدا وان شاء الله الأجازة. لسه كمان والاجازه كمان والاجازه طبعا دي شكرا يا كابتن حمدي شكرا يا كابتن حمدي على الاجازه، وطبعا ان شاء الله البطولات الجايه كلها مع بعض ان شاء الله نقدر نفوز بيها ان شاء الله. كابتن حمدي صافي مدير الفني لفريق السيدات الطايره بالنادي الاهلي نورتنا في الحريفه. نخرج من الكره الطايره ونشوف بقى البنات دي بتعمل ايه. انا عايزه بس اسالهم على حاجه. فريق سيدات الطايره الفتره اللي فاتت عمل انتصارات كبيره قوي ونجاحات كبيره جدا، على مدار الفتره اللي فاتت دي بتشوفوا كل واحد فيكم ايه السبب الحقيقي والاساسي ورا الفوز ده، بتعملوا ايه؟ احنا ككل يعني هو مفيش واحده بتعمل حاجه لوحدها، احنا كتيم كامل متكامل كده كله اللي هو بيساعد بعض، كلنا
في مركب واحده زي ما كل الناس عارفه. كل الفرق الجماعيه دي معتمده على ان احنا كلنا نبقى في ظهر بعض وكلنا سبورت لبعض. ف ممكن ابقى انا بشتغل على حاجه مع نفسي لوحدي عشان انا عايزه اقوي حاجه فيا، بس ده برضو بيفيد الفرقه كلها، مش 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 حاجه معينه انا هعملها انا اللي هستفاد بيها، لا كله بيصب في كله يعني. بس بالظبط. نهلة وسارة، عايزة أعرف بره كرة الطائرة بتعملوا إيه؟ إحنا أنا يعني متفوقة للكرة الطائرة من ساعة ما اتخرجت، يعني إحنا طبعًا مرتبطين بعقد احترافي مع النادي الأهلي، فيعتبر يعني دي هوايتنا وشغلنا وكل حاجة يعني. بس ما بتشتغلوش حاجة تانية هي كرة يعني؟ احكي لي يومك كده من أول ما بتصحى. لا هو أنا مش بشتغل، بس يومي كله بيبقى فولي يعني زي طبيعي. احنا في اوقات بنكون اصلا يعني مش بنكون في البيت حتى، احنا بنكون في ساعات اوقات كتير جدا بنكون في معسكرات، فهو ما فيش وقت ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجه تانية يعني، قليل جدا. قولي لنا كده يومك كده نهله ساره، بتعملوا ايه؟ بتتمرنوا قد ايه؟ بتاكلوا يعني ايه؟ تاكلوا ايه؟ يعني دخلونا المود معاكم كده. هو اكيد عادي يعني، احنا في اوقات في ايام بيكون في تمرين الصبح وبالليل. ممكن بيكون مثلا السيشن بتاعت الصبح دي مثلا ممكن تكون ساعتين، بالليل ممكن توصل ساعتين ونص. في الايام اللي هي ما بيكونش فيها معسكرات بيكون تمرين واحد بس في اليوم، بيكون ممكن بقى ده ممكن يوصل لثلاث ساعات ونص مثلا. بيكون فيه طبعا بدني الاول، جيم بقى او ايا كان، جوي الحاجات دي كلها، وبعد كده بندخل للفولي. فبيكون يعني يمكن يومنا، وطبعا بنكون محتاجين نكون متواجدين في النادي قبل التموين، فيمكن يعني نص يومنا او كده بيكون مرتبط بالنادي يعني، ده لما يكون تموين واحد. لكن طبعا لما بيكون فيه تموينتين احنا بنكون مقيمين يعني في اوتيل جنب النادي عشان نكون دايما الصبح في التموين وبالليل في التموين، نفس الكلام. ساره قبل ما نعرف يومك عايزاكي تقولي الو. الو علي صوتك. الو ايوه يا سارة. ايوه يا ماما. يا حياتي. بس الفرحة والسعادة والابتسامة. الف مبروك لنهلة وسارة والفرقة والجهاز الفني والادارة وكل السبورت اللي انتوا شفتوه وكل المجهود اللي عملتوه. انا سعيدة جدا جدا بيكم لانكم فرقة فعلا متكاملة، وتعبتوا وربنا اداكوا على قد تعبكم. الف الف مبروك. ونهلة بنت جميلة وقد ايه هي بتلم الفرقة كلها، وازاي بيبقى في تفاهم بينهم، وازاي بتقدر تحل المشاكل. هي فعلا فعلا يعني كابتن فريق محترمة وتستاهل المكان اللي هي. ربنا يخلي حضرتك يا طنط. ربنا يخلي حضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. شرفتينا باتصالك والله، شفتي السعادة اللي على وشها مش طبيعية. طبعا أنا كنت لعيبة قديمة، وأنا كنت بخلي سارة تلعب من وهي عندها سبع سنين بالظبط. وهي ابتدت تلعب سبع سنين، والحمد لله الموهبة طلعت فيها وقدرت انها تثبت مكانها في المنتخب وفي اي نادي كانت فيه. بس طبعا مع النادي الاهلي وصلت لبطولات جميله وحاجه يعني مشرفه الحمد لله. انا عايزه اعرف حضرتك تتعاملي معاها ازاي بقى في البيت قبل البطولات؟ تبقى بقى متوتره، بتهتمي باكلها زياده، بتتعاملي معاها ازاي؟ عندها ميزه ان هي عندها ثبات انفعالي ما شاء الله. بتقدر في اوقات الصعبه واوقات، وحتى ده بيبان في الماتشات لما بيبقى فيه وقت حرج او في نقط او في ماتش او جيم خلاص هيضيع، بتقدر انها تثبت نفسها وتهدى وتهدي فرقتها وتشجعهم في نفس الوقت. وبعدين بنقدر نوصل بقى للمكسب، لان الثبات الانفعالي في الاوقات الصعبه دي مهم جدا جدا عشان نقدر نعديها ونقدر نكسب يعني. فدي دي ميزه عندها. وبرضه نهله عندها نفس الميزه انها بتعرف ازاي يلموا الملعب ويقدروا ان هم يلموا اعصابهم، واي صعوبات تقابلهم بيقدروا ان هم يعدوها وبنكسب الحمد لله. الحمد لله. فدي بتبقى ميزه في اللعيب يعني نادره، مش في كل الناس، بس هي موجوده في نهله وساره الحمد لله. الحمد لله. طب لكن هي ما فيش توتر الحمد لله، هي بتبقى مركزه تسمع الكلام، يعني بتبقى ديفوتد قوي للتمرين جدا، بتبقى ديفوتد جدا ان هي تبقى عايزه توصل وعايزه تسمع الكلام وعايزه
توصل لنتيجه فبتأدي صح الحمد لله الحمد لله. هي بصي سعادتها مش طبيعيه يعني طبعا يعني. طب برضو اكيد بتهتمي برضو بتوفير جو هادي ليها، بتظبطيها اكيد في الاكل اكتر؟ لا اكيد طبعا. طبعا اكيد بتغذي يا بنتي وكده عشان عندك بطوله ويعني. طبعا لا 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 دي حاجات من زمان واحنا فعلا بنهتم بالموضوع ده، لان يعني بيعتبر يعني اهم حاجه في حياتها هو الفولي غير الشغل طبعا، لكن الفولي ده له ستايل معين، عيشه ثانيه خالص. لازم ان هي يتهيأ لها الجو كله بكل بقى ما يحتوي بقى فنيا واداريا من النادي. أوكي. وهي بالنسبه لها تشتغل على نفسها، لو في قصور في اي حاجه بتاخد بالها منها، بتقوي نفسها، بتعمل حاجه بره ما شاء الله علشان بس تقدر انها ترفع اسم النادي. هي بتفتن اهي وبتقول ان حضرتك في السفر بره كمان بتبقي اكتر بالذات تحديدا. بعد السفر كده لما ارجع بقى خلاص بقى يا ماما او قبل البطوله عامه قبل ما اسافر، ماما يلا بقى عشان الاكل ده هيوحشني قوي. اعملي بموت في ملوخيه. اه محشي كده الاكل كلنا بنحب الملوخيه دي رائعه. ليها بعض الاكلات كده بس يعني هي فعلا في اوقات يعني لازم تبقى مهتمه، لو في حاجه في الميزان لا لازم انزل شويه عشان ابقى اخف عشان اقدر انط، يعني هي بتاخد بالها وبتخليني اساعدها في حاجه زي كده يعني. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وبنبارك لك طبعا على التربيه اللي زي العسل اللي انت ربيتيها لساره دي. احنا لسه مكملين معاكم حلقتنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضرتكم. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه بنحتفل معاكم بفوز نجومنا وابطالنا سيدات الاهلي في الطايره بكاس السوبر، وزي ما قلنا لكم معانا كابتن نهله سامح كابتن فريق الطايره بالنادي الاهلي وكابتن ساره امين لاعبه كره الطايره بالنادي الاهلي. انا عايزه ابتدي من نهله، البطولة الأخيرة اللي هي مبارح أنت كملتي 50 لقب، أنا عايزاكي تكلميني عن الرقم ده، ده رقم قياسي، وعن 50 لقب في سن صغير زي ده. أنا يمكن ما كنتش يعني اللي هو بقى عارفة بطولاتك أكتر يعني. من بطولات أندية يعني كفرد في أندية كاملة دولاب بطولاتها ما فيهوش 50 بطولة صحيح. طبعا يعني ده شرف ليا أن أنا وصلت للرقم ده، وده أن أنا بلعب في النادي الأهلي بيلعب على البطولات دايما. ويمكن انا وصلت للرقم ده يعني في ناس فعلا كتير تبقى كاتبه مثلا على الفيسبوك هي عندها كام سنه عشان توصل للرقم ده، بس الحمد لله يمكن انا اتصعدت وانا عندي 13 سنه او 14 سنه، كنت صغيره جدا يعني. فالحمد لله حققت بطولات مع اجيال كانوا اكبر مني حتى بكتير، اذا كان الحمد لله احنا محافظين على الدوري والكاس اكتر من 35 سنه، يمكن انا حضرت منهم 19 سنه يعني ده السيزون ال20 مع الدرجه الاولى، منهم طبعا ممكن يكون 6 أو 7 سنين لعيبه مصعده. فالحمد لله قدرت اعوض يعني البطولات دي كلها، جبنا البطولات دي كلها. بتغذيك في السنه كام بطوله يعني عشان يبقى احنا دايما بنلعب يعني في حدود 4 بطولات في السيزون ده، يعني البطولات دي كمان درجه اولى بس، انا مع الناشئات والشابات الحمد لله حققت كل البطولات المحليه من الجمهوريه والكلام ده كله، بس يمكن الخمسين بطوله دي مع النادي الاهلي درجه اولى بس حتى بعيدا عن المنتخب. فكان كل سنه الحمد لله النادي الاهلي مسيطر على البطولات دوري وكاس، والبطولات الافريقيه حصلت على 6 ما شاء الله 6 بطولات افريقيه و5 بطولات عربيه، فالحمد لله يعتبر يعني الفضل طبعا بعد ربنا الحمد لله للنادي الاهلي يعني ان انا لعيبه فيه. بمناسبه النادي الاهلي بيحصل كتير بنشوف انديه تانية بتحاول تسحب اللاعبات والابطال من عندنا، وغالبا طبعا بمقابل مالي وبيبقى مقابل مالي كبير، لكن في الغالب الصفقات دي بتخسر. عايز اعرف رايكم انتوا الاثنين ايه اللي ممكن يخليكوا تنسحبوا في يوم من الايام من النادي الاهلي؟ خايفه؟ انا بالنسبه لي لا، يعني هي حتى يعني الناس كلها عارفه او القريبه مني ان انا الموضوع ده عندي يعني ما فيهوش نقاش خالص يعني، ومن زمان وفعلا كان بيجي لي عروض كتير. انا وشريهان كنا يعني الحمد لله كنا يعني مش يعني الحمد لله كنا نعتبر اللعيبه المميزين في النادي الاهلي، وكان بيجي لنا احنا الاثنين. انت عامله رقم قياسي، اتكلمي عن نفسك يعني، مش هقول لك اعملي ماركتنج لنفسك، انت مش محتاجه تعملي ماركتنج لنفسك، بس يعني الحق يتقال انت لعيبه بطله ولعيبه كبيره، فاما تقولي ده ما تقوليهوش بكسوف. ده وضع الناس الناجحه الحلوه كمان يعني من وانا صغيره. لا نهله انا ونهله وشريهان على طول هم كانوا اللي هم ايه العلامتين المميزين في النادي الاهلي على طول، يعني من وانا حتى في الشمس زمان كنت هم بيلعبوا في نفس مركزي، هم الاثنين اللي بيلعبوا على طول ما شاء الله، هم الاثنين اللي انا
خلاص هما بياخدوا كل البطولات، كل الحاجات اللي انا يعني نقصاني بتاع، انا لا انا بركز عليهم يستقبلوا ازاي، بيضربوا ازاي، بيتصرفوا ازاي، الحاجات دي كلها يعني inspired by شريهان ونهلة. عايز اعيط الحاجات اللي انت فجأة. ارجوك يا استاذه هند ارجوك بلاش. انا اللي هعيط والله. فده بالنسبه لك طبعا عمرك ما فكرتي في ما فكرتش فيه يعني حتى ولا لو جنه والله وفعلا، وكانت مبالغ ممكن تكون اضعاف والكلام ده، بس انا عمري ما فكرت والحمد لله يعني عمري ما ندمت في لحظه يعني، بالعكس الحمد لله دلوقتي ان انا وصلت ان انا واصله ل 50 بطوله مع نادي واحد. انا دي حاجه تسعدني طبعاً، وبتربطني اكتر بالنادي الاهلي يعني فعلا. انا حاسه ان انا خلاص هي نهله سامح النادي يعني اسمي فعلا مرتبط، اسمي مرتبط بالنادي الاهلي يعني، مش هكون لاعيبه الطايره نهله سامح في اي حته ثانيه ما ينفعش. انا طبعا في بدايه السيزون برضو كان في كلام ساره تعالي ساره، من حتى من ناس من صحابنا وكده، وابتديت ان هو يعني لا انا مش عايزه كده، ومش حاسه ان انا عايزه خلاص انا في النادي الاهلي وعايزه انهي مسيرتي في النادي، مش عايزه يعني انا مش عايزه مقابل مادي بقى، مقابل العربيات بقى والحاجات دي. ناس جامده عارفه هي عايزه ايه وقاعدين ومثبتين هنا بالظبط، لو مفيش حاجه هتغريني يعني لا مفيش حاجه، لا انا عايزه ابقى خلاص وصلت النادي الاهلي من 4 سنين، لا عايزه ان انا اكمل بقى خلاص، مش عايزه اروح في حته ثانيه. احنا مش هنسيبك تروحي في حته ثانيه والله فعلا. النادي الاهلي مش هيسيبك اصلا. الموضوع مش بيكون ماديات بس يعني، فعلا اللعيب لو فكر الموضوع مش ان انا اروح للمكان اللي هيديني مبالغ اكتر والكلام ده، لا يعني الرياضه والفولي في حاجات تانية كتير اهم يعني من ان انا اخد فلوس زياده او كده. طب يعني كل اللعيبه يفكروا زي طب انتوا بتشوفوا اللعيبه ازاي؟ بتشوفوا اللعيبه ازاي يعني اللي ممكن تسيب ناديها علشان تحترف عشان مقابل مادي، بتشوفوا ده ازاي؟ هما برضو هما احنا دلوقتي في عصر احتراف، اللي عايزه اروح عايزه، فالناس برضو دي حريتها شخصيه، ف ممكن يكون تفكيرهم مش زي تفكيرنا. عارفه يعني اقول لك على حاجه والله العظيم بجد، يعني كل اللعيبه اللي مشت عشان احتراف وعشان بطولات ما شموش بطوله يعني. يعني انا افتكر احد اللاعبين مشي قبل كده عشان قال لك عايز طموحه، من ساعه ما مشي ما شفنالوش بطوله. فالمهم عشان انا بتعصب الموضوع ده وده مش صح. ساره عايزه اعرف بتعملي ايه في حياتك؟ احنا عرفنا قبل الفاصل كانت نهله بتعمل ايه. انا كنت شغاله قبل كده سنتين انجلش تيتشر في مدرسه، وكنت الموضوع ده كان بالنسبه لي انتحار. كنت تعبانه قوي مع اني كنت مبسوطه جدا جدا، والناس هناك بجد بموت فيها، يعني لسه لحد دلوقتي احنا صحاب ومفيش حاجه، بس الموضوع كان مرهق جدا ان انا بخلص المدرسه على الساعه 2:30 مثلا والتمرين 5:30، ف ماشي هخلص هروح النادي الساعه 3:30 اقعد ساعتين ما بعملش حاجه، وبعدين ببقى على طول تعبانه على طول، مش شايفه قدامي على طول، رايحه في الطريق بقى قافله مش عايزه اسمع حاجه. بس لا بعدين بقى خلاص قلت لا يعني مش عايزه اكمل في حاجه زي كده. بعدين بقى قدمت في حاجات بقى عشان تبقى اونلاين، فدلوقتي بشتغل في حاجه اونلاين لذيذه على هادي كده، كل حاجه في البيت، واتساب، ايميلات، بتاع حاجات كده مناسبه اكتر للجو. فالصبح بشتغل واروح التمرين بالليل. اخيرا طموحاتكم ايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله طبعا ان احنا نفوز بالبطولات الجايه، السنه دي بالذات السنه دي اصعب من كل السنين، ان شاء الله عايزين نفوز بدوري وكاس وافريقيا والبطوله العربيه لو لعبنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بطولات 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 مش عايزين اكتر من كده، بطولات بطولات وميداليات وميداليات. وعلى المستوى الشخصي انتوا في حد فيكم متجوز؟ لا لا دول شخصيات. انا مخطوبه بس. انت مخطوبه؟ يعني على المستوى الشخصي الفتره الجايه عندك بلانز بقى الجواز والحاجات دي؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجواز ما يقعدش باذن الله. الكره الطايره والنادي الاهلي هو عايز اقعد معاكي بعد الهوا هنقول له. انتوا نورتونا وشرفتونا وشرفتونا انا واميره يمكن من جمهور النادي الاهلي من قبل ما نبقى مذيعات، فشرفتونا شرفتونا كجمهور النادي الاهلي. الف الف مبروك، وان شاء الله البطوله الجايه تبقى تبقى نفس الكنبات ان شاء الله. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا النهارده استشاره طبيه.
عفوا. استشارتنا الطبيه النهارده هتكون عن مشاكل وامراض المفاصل والعظام. مفيش اختلاف على انها من اكتر واشد الالام المزعجه جدا، واحنا معودينكم ان احنا بنتكلم عليها بقالنا فتره بين كل الفئات العمريه كبير وصغير، وزي ما بنقول كده ان كل ما نكتشف بدري المشكله فين ونحاول نحلها ده بيكون اسرع في استجابه العلاج، لان للاسف بعض الاعراض زي سماع صوت طرقعه او وجود الم واحنا ماشيين او بنتحرك لو ما انتبهناش ليها ممكن ندخل في مشاكل اكبر، واحيانا بتوصلنا بعد الشر يعني لتغيير مفصل. عشان كده هنعرف ازاي نقدر نحافظ على نفسنا ونتجنب الم العظام والمفاصل من خلال المكملات الغذائيه، والمكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو الجوينت بيكس. ومعانا ومنورنا دكتور احمد رأفت اخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركه بيكس فارما، هيكلمنا اكتر عن العلاج ونعرف كل تفاصيله وازاي نقدر ناخده. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام كله بخير. عايزين نعرف من حضرتك كده ازاي نبتدي نكتشف ان احنا عندنا مشكله مش بس حاجه ممكن نتجاهلها زي الطرقعه والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. تمام، هنبدا الاول نفصل الاول عشان نبقى الدنيا واضحه اكتر. مبدئيا المفصل، المفصل ده اساسا اي مفصل في الجسم بيتكون منه عظمتين راكبين على بعض، واحده فوق واحده تحت، وجواهم اربطه وما بينهم الغضروف اللي بيحمي المفصل من التاكل. تمام، وحواليه كبسول، الكبسول دي هي اللي بتحافظ على السائل اللي جوه المفصل. أوكي. واللي هو بيخلي الدنيا فيها زي زيت او حاجه بتتحرك بسلاسه فما يحصلش احتكاك. ده كده المفصل مبسط يعني. فطبيعي دلوقتي احنا عظمتين على بعض احنا بنتحرك عليهم بنستخدمهم في الحركه او في اي حاجه عمالين يشتغلوا. طبعا اللي بيحصل ايه؟ ان الغضروف في النص هو اللي حاميهم. صحيح. طيب انا دلوقتي لو طبيعي ان انا بتحرك على حاجه وبشتغل بيها كتير، ايه اللي هيحصل؟ تبدا تتاكل او تبدا تصغر شويه، فالجسم يبدا يبنيها تاني. ده كل يوم على هذا الوضع. صحيح. طيب لما يبدا الجسم بقى يكبر شويه في السن، او انا ما كنتش باكل كويس وما عنديش مخزون من المواد اللي انا محتاجها عشان ابني بيها الحاجه دي، فطبيعي مش هلاقي. فاللي هيحصل ان الغضروف يبدا يتاكل او يبدا يتكسر. تدريج يبدا ان العظم نفسه هو اللي يحتك ببعضه. هنا بقى يبدا يحصل المشكله اللي احنا بنحس بيها اللي هي الخشونه. قبل كل ده بيبقى فيه حاجات انديكيتورز ان في بين، او في يعني مثلا لو في بين، انا لو بطلع السلم في الم في ركبتي، دي بدايات خشونه. مش هنقول ان هي خشونه بس هي علامه ان كده بدايات خشونه. لو انا مثلا ركبتي بتطرقع كل شويه رايح جاي، ده معناه ان بالسائل نفسه اللي موجود جوه بدا يقل، فبالتالي ده معناه ان انا داخل في مرحله خشونه. صحيح. من احد الحاجات الثانيه ان هي لو في التهابات او بتورم دايما بتلاقي محمر الركبه او بعد مجهود، ده تعرف برده ان دي كده داخله في مرحله خشونه. فدي من احد الاعراض المهمه قوي اللي انا لما الاقيها لازم ابدا اشوف ايه الاسباب. هل انا بستخدم فعلا المفصل بزياده قوي فلازم اريح، ولا محتاج ان انا اشوف الغذاء بتاعي اصلا ناقص ايه؟ صحيح. عشان اعوضه ده. فدي كده بس الانديكيتورز بتاعت المشكله وازاي المفصل بيتكون اصلا. اوكي فاهم. يعني في ناس بتقول يعني بتمشي بالعكس، يعني علشان بيبتدوا يحسوا بالحاجات دي فيبتدوا يريحوا نفسهم عشان ما يحركوش المفصل كتير. تمام. وده مش صح. يعني المفروض ان احنا بنعمل ايه يعني عشان نتفادى موضوع التهاب المفصل او ان احنا يبقى عندنا خشونه مفاصل؟ طيب هو مبدئيا كده اول حاجه انت لسه قايله دلوقتي ان الناس كتير قوي لما بتتعب دلوقتي بتريح. ده اول حاجه عملوا ابحاث جديده كده قالت ان لا، عدم الحركه بيؤدي الى ان العضله بتضعف اكتر. بالزبط. وان المشكله بتسوق اكتر. انما لو انا حتى على الاقل اتحركت في المجال اللي مسموح لي بيه من الالم او اللي اقدر استحمله، مع الوقت هيبدا تدريجي المفصل يتحرك معايا بشكل اوسع واقوى ومش هحس بالبين ده اساسا. لان هو المخ يبدا يحس ان هو طب ما انا طبيعي، انا الحركه عندي كويسه ما فيهاش مشكله، طب انا حاسس بوجع ليه؟ انما طول ما انا شايل ايدي مثلا او محافظ عليها ومش قادر اخليها تتحرك هفضل حاسس بالالم، وبالعكس المخ هيزيد اصلا في احساس الالم. بالزبط. لان انا قاعد شايلها جنبي. غير كده كمان ان انا بضعف العضله اكيد. هي بقى دي النقطه. ان كله بيضعف كل ما انا مريحها، فطبيعي بقى اول ما افك واقول انا كويس هلاقي نفسي لا تعبان ومش قادر اعمل حركه طبيعيه جدا. أوكي. دي مشكله كبيره قوي. تمام. فعشان كده دايما لازم لما نحس بالالم اولا طبعا لازم نشوف ايه سبب الالم. صحيح. ولو حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لازم نروح للدكتور نكشف طبعا عشان نعرف ايه العلاج المناسب. واهم حاجه نبص بقى على الغذاء بتاعنا. الغذاء بتاعنا اخباره ايه؟ لان جزء كبير جدا من المنا معتمد على الغذاء بتاعنا. احنا كلنا عندنا مشاكل في التغذيه يا دكتور، كبار وصغيرين. ده حقيقي. محدش بياخد الغذاء الكافي ولا الفيتامينز اللي محتاجها. ده حقيقي. ليه بقى؟ ايه السبب؟ لان احنا كلنا اتجهنا ان احنا ناكل بسرعه. بالظبط. وما بناكلش في مواعيد ثابته. مظبوط. وجباتنا بقتش متنوعه، بقينا قدر الامكان عايزين اي حاجه فاست فود او اي حاجه سريعه ناكلها. مش فاست فود يعني من بره، بس فكره ان هي حاجه سريعه، ساندوتش على السريع ولا حاجه او رايح مش عارف فين. فبقت دي حاجه اصلا اساسا في حياتنا. ما بقيناش بنقعد زي الاول نقعد ناكل براحتنا وعلى مهلنا. اولا الوجبه زمان كانت بتبقى محطوطه فيها تنوعات كتير. صحيح. ما بقتش موجوده.
فده نقص عندنا حاجات كتير قوي. بالتالي بدانا نعتمد على المكملات الغذائيه بشكل اكبر بكتير قوي. هتلاقي معظم دكاتره التغذيه دلوقتي لازم بيوصف مكمل غذائي في حاله نقص حاجه معينه. أوكي. ده كتير جدا دلوقتي، لان ما بقاش حد يعوضها. والاكل نفسه نوعيته اتغيرت. للمفاصل، هل المفاصل كمان بتحتاج مكملات غذائيه، بتحتاج فيتامينات معينه؟ هنا بقى دي النقطه، ان احنا كنا بنتكلم لسه على الجوينت بيكس. هو الجوينت بيكس معمول مخصوص للمفاصل. مش معمول لحاجه تانية. مكوناته هو بقى مكوناته هو مكون من 5 مواد اساسيه، اللي هي اللي بتدي المفعول السحري بتاع الجوينت بيكس. اولهم كوندروتين، يعني احنا بص ده اللي مكتوب عليه ان هو يسهل حركه المفاصل، تخفيف الورم وبناء الاربطه والغضاريف ويخفف الالم. كل ده مكتوب بناء على ايه؟ بناء على 5 مواد اللي احنا هنقولهم. يعني احنا قلنا اول مادتين كوندروتين والجلوكوزامين. المواد دي هي المواد البنائيه للغضروف، يعني هي دي المواد اللي بتبني الغضروف اصلا جوه الجسم. الجسم بيفرزها اصلا داخليا عشان يبني بيها الغضروف بتاعي. فطبيعي انا لما بكون زي ما قلنا بقى بنكبر في السن، فده بيقل. او انا ما باكلش كويس الحاجات اللي فيها المواد دي، فالجسم يقدر يمتصها ويخزنها، فمش هعرف اجيبها من بره. فبالتالي هو المادتين دول اساسيتين موجودين في الجوينت بيكس عشان يبني بيهم الغضروف بتاع اي مفصل، طبعا مش المفصل بتاع الرجل بس. بس هو اساسي ان هو بيوجه دول للمفصل عشان الغضروف يتبني. تاني مادة على طول اللي هي الهيلورونيك اسيد، وهي دي السائل اللي موجود ما بين المفصل اصلا. اللي احنا بنقول عليه لما بيقل بنوصل لخشونه. فهو ده السائل اللي احنا حاطينه برده جوه البيل نفسها عشان خاطر يبقى دي في دايما اوفر فلو منه، حتى لو بينقص فانا بعوضه. فبالتالي ده اللي بيعمل سهوله في الحركه. يعني هي لو ربطناهم بالكلام هتلاقي سهوله الحركه جايه من ده. حته عدم الالم جايه بسبب ان احنا في البرومالين والجينجر. المادتين دول مادتين طبيعيتين. واحدة موجودة في الأناناس. البرومالين دي مستخلص من الأناناس وهي مضادة للالتهابات. والتانية اللي هي الجنجر، ده اللي هو الجنزبيل، ده موجود من الشوك كلنا. ده مسكن طبيعي ربنا خلقه. ده فيديو يا دكتور بيشرح ايه بقى؟ اللي حضرتك بتشرحه اللي بيشرح المفصل زي ما كنا لسه بنقول من شوية، ان المفصل مع الضغط الكتير بيبدأ يتكسر ويبدا تدريجي الحركه كل ما تزيد اكتر كل ما الغضروف نفسه بيتاكل بقى اللي حوالين العظمه. ده الحمايه اللي ما بتخليناش نحس بالالم. طالما بدات تختفي كده فاللي بيحصل ان العظم نفسه يبدا يحتك ببعضه. فيبدا يعمل مشاكل ان العظم نفسه يبدا يكون نتوء عظمي. النتوء ده هو اللي بيعمل بقى بين جامد جدا جدا، ومبقاش فيه حركه ومبقاش قادر اقف على ركبتي خلاص. فبالتالي بنوصل لمرحله ان احنا لازم نغير ركبه لان خلاص ما بقاش فيه. يعني بص بيتاكل ازاي خالص، هو بدات النتوء العظميه تبان اهي. فبالتالي بصوا الحركه تبقى عامله ازاي؟ مفيش بقى اي سلاسه خالص ولا في اي نوع من انواع ده. بالعكس ده كده الدنيا يعني اي حركه من دي حتى لو بسيطه هو هيحس بين. طبعا وطبعا هيبقى في بقى ورم وفي التهاب جامد بسبب المنظر ده. لان العظم او ما بيحتك خلاص ده بيعمل التهاب قوي قوي، لانه يعتبر كانه كسر. هو احتك ببعضه كانه اتكسر. فيبدا يحس ان هي الحته دي مكسوره، فالجسم يبقى فيه ميه كتير ويبدا تزرق. هو ده اللي بيحصل بالظبط. فعشان كده الجوينت بيكس موجه للنقطه دي، لتاكل الغضروف اللي حصل ده هو بيمنعه. لان هو بيخلي الدنيا فيها دايما اللي يبني اكتر اسرع بكتير من اللي انا محتاجه كمان. وتاني حاجه ان هو زي ما قلنا بقى لو في التهاب او في وجع، فهو الجينجر والبرومالين دول مادتين جوه بيقضوا على الحاجتين دول. فهو بيحس انه مرتاح، ده في حاله العلاج. انما احنا دايما بنفضل نقول خدوا قوقايه عشان ما نوصلش اصلا للموضوع ده. فطبيعي انا لما باخده قوقايه فالغضروف عندي بتبني سريع، بتبني كتير. فمش هوصل اصلا للمراحل دي خالص. حتى لو انا رياضي وبدوس على الجوينت بشكل رهيب، طول ما في اللي بيبني طول ما انا تمام مفيش اي مشكله. يعني سؤال يا دكتور، انت احنا دايما بنشوف كبار السن هم اللي عندهم مشاكل الركب او الرياضيين، بس في ساعات برضو بنشوف الناس اللي عندهم 80 و90 سنه والله ما شاء الله بيجروا بيتمرنوا وبيمشوا وما فيهمش اي مشاكل. أوكي. يعني هي مش الزمن هو اللي هيعمل فيها كده، على قد ان الاهمال هو اللي هيعمل فينا كده. هو زي ما اتفقنا ان هو الغذاء والرياضه. يعني مهما وصل البني ادم لسن يقدر طول ما هو محافظ بالمكملات الغذائيه والغذاء والرياضه يقدر يفضل تمام ولا ليها عمر افتراضي يزيد؟ خالص طول ما هو محافظ على عضلات المفصل اللي شغاله معاه، ومحافظ على المفصل ومحافظ على مكملات اللي هو جسمه فيه دايما الغذاء المطلوب عشان يتبني، عمره ما هيوصل لاي مشكله خالص. لان هي العضله مالهاش دعوه بسن، المفصل هو اللي مرتبط بالسن زي ما قلنا عشان خاطر الحاجه اللي بتتغذى بيها بتقل. فانا لما بديها له من بره فخلاص انا ضمنت ان المفصل هيفضل سليم. العضله بقى مالهاش دعوه باي سن خالص، طول ما انا بقوي عضلاتي طول ما انا هفضل كويس جدا. ما هي دي عقليات موجوده برده في مجتمعنا يا دكتور. تلاقي مثلا من بدايه من مش هقول لك بقى من 60 من 40 50 كده تقول لك انا كبرت خلاص بقى انا عجزت انا مش عارفه ايه، لكن بره ما فيش الكلام ده. وهنا طبعا اقليه جدا بيهتموا بقصه التغذيه وكده. ما هو ده فرق واضح جدا ما بيننا وما بينهم بره. انت يعني حتى انت هنا لو شفتيهم هنا بره بيبقوا جايين الهرم
بيتمشوا تمشيه في الهرم غالبا انا شخصيا ما اقدرش امشي بالظبط. بنشوف ما شاء الله هم ليه؟ لان هم دايما يومين عندهم رياضه، اكلهم صحي قدر الامكان، لازم دايما بياخدوا الغذاء المطلوب، فلو مش هياخدوا من الاكل بياخدوا من المكملات. هم دايما بيحافظوا على صحتهم بره قوي. احنا هنا بيبقى عندنا فكره ان هو يعني الحمد لله اهي ماشيين احنا زماننا وزمان غيرنا. نرجع لجوينت بيكس مكوناته، هل المكونات دي فيها حاجه مثلا مضره بالمعده؟ يعني لا خالص، تقيله على البطن. احنا عارفين دايما ادويه العظم بتبقى تقيله على المعده شويه. اوكي، ده احنا زي ما اتفقنا بقى هو مش دواء، هو مكمل غذائي. حلو قوي. ده رقم واحد، مكمل غذائي بمعنى ان هو دي حاجات اصلا احنا بناخدها من الطبيعه وموجوده جوه جسمنا الطبيعي، فانا مش قادر ان انا انتجها بكفاءه او ان انا قادر اخدها من الاكل بكفاءه، فباخدها في شكل بيل. فطبيعي، هي امنه جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص، ما بتاثرش على اي حاجه، ما لهاش اي اعراض جانبيه. ده بالعكس، ده حتى لو زادت عن حدها الجسم بيتخلص منها. يعني ما فيش، انت لو اكلت مثلا فيتامينز كتير بشكل ما مش هيحصل التسمم، بس لا الجسم هيتخلص من الزياده. لان يعني في فيتامينز بيليها اضرار يعني، بس مش جوينت بيكس مش منهم، لان الحاجات اللي فيه دي كلها موجهه لحاجات طبيعيه جدا. لكن انا بنتكلم ان جنرال، المكملات الغذائيه ما لهاش اضرار جانبيه. اوكي، طيب بالنسبه للفئات العمريه اللي تقدر انها تاخد الجوينت بيكس، لينا عمر معين ولا هو من اول ما يقدر يبلع الحبايه اوكي؟ بس انا دايما بفضل دايما نقول 16 سنه عشان يكون حتى خلاص وصل الايدج ان هو بقى كبير، بقى خلاص نموه خلاص بدا يبقى بيقف شويه. في نفس الوقت هو بدا يكون رياضي محترف او بيكون بيلعب كتير، بيعمل حاجه معينه فيها حركه في الجوينت، فيبدا يحافظ على نفسه. انما اللي قبل كده كله هو غالبا بيكبر وكل حاجه بتنمو وجسمه بيبني بنفسه اسرع بكتير من ان هو يحتاج ياخد مكملات، الا في حالات الضروره بقى اللي شفنا التحاليل في حاجات ناقصه معينه. أوكي. فساعتها بنوجهه ان هو ياخد مكملات. طيب هل الكورس ده يا دكتور يعني ليه وقت معين ولا بفضل اخده على طول؟ لا هو باخده على طول. على طول. ان هو حفاظا على اللي عندي، زي ما اتفقنا هو ديلي ريكومندد دوز، دي الحاجه اللي انا محتاجها النهارده. انا خدت الحبايه النهارده فدي الكميه اللي انا جسمي هيستغلها النهارده. بكره انا محتاج تاني لان انا هتحرك تاني وهمشي تاني، فبالتالي هي حاجه لايف تايم طالما انا مش قادر اوفر ده من اي مصدر اخر. وده بيحصل كتير ومش هنلاقي ناس بتوفر ده من مصادر اخرى. طبيعي. فالافضل ان احنا نلتزم بحاجه ثابته عشان نفضل دايما بصحه. حلو، احنا برضو عايزين نستغل وجود حضرتك كده وتقول لنا روشتة منظمة كده للحفاظ على صحة المفاصل. طبعا. 1 2 3 4 لكل اللي بيسمعونا، يبقى ينصحوا ولادهم، ينصحوا امهاتهم، بس ادينا ستيبس كده نعمل. طيب. اول ستيب ودي الاهم خالص، ان احنا لازم نحافظ على الرياضة حتى ولو 10 دقائق في اليوم. يعني مش هنقول ان هي لازم جيم، بس لازم على الاقل يوميا يكون في حركه لكل مفصل في جسمي. ما سيبوش قاعد في وضع ثابت. صحيح. دايما الركبه والكوع والكلام ده والكتف، في حركات معينه كده معروفه طبيعيه من غير وزن من غير اي حاجه. ممكن اعمل 10 عدات كل يوم الصبح، انا نشطت العضله وزودت الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت جسمي بدا يفوق، بدات احس ان انا فيها طاقه. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم نشرب ميه كتير. ما ينفعش نقلل الميه. جسمنا معظمه المفروض نسبه الجسم 56% او اكتر ميه، ده المفروض. احنا بنكتشف ان معظم الناس دلوقتي نسبه الميه عندهم اقل من 50%. صحيح. حاجه و40%. مظبوط. وده قليل قوي. ده كده معناه ان في جسم فيه نقص ميه، وده بالتالي بيسبب الم، بيسبب مشاكل في المفاصل، بيسبب ضعف في العضلات. لان العضله برده محتاجه ميه عشان تكون واخده وضعها الطبيعي، شكلها. صحيح. الطبيعي. صحيح. اخر حاجه بقى، المكملات الغذائيه دي مهمه جدا ان احنا نلتزم بيها ونحافظ عليها عشان يكون جسمنا دايما فيه اللي يكفي من اي حاجه. سواء بقى جوينت بيكس، ده اساسي طبعا زي ما المفاصل زي ما قلنا، وفي فيتامين دي، في كالسيوم، في حاجات تانية مهمه قوي برضو لجسمنا لازم ناخدها عشان نحافظ عليه في احسن وضع. دكتور، فيتامين دي علشان ابتدي اخد فيتامين دي، هل لازم ابقى عامله تحليل فيتامين دي وكذا، ولا ممكن اخده برضو كوقايه؟ لا، هو ممكن تاخد كوقايه عادي جدا، ما فيهوش مشكله، لان كده برضو زي ما اتفقنا الحبايه فيها الديلي ريكومندد دوز، ده اللي انا محتاجه النهارده. مش محتاجه على مدار اسبوع. في حاجات مكملات غذائيه بيبقى الرقم اللي فيها اعلى بكتير، ده بتبقى واحده في الاسبوع. انما الفيتامين دي الفي دي بيكس اللي تبع شركه بيكس فارما. أوكي. ده المفروض ان هي الديلي ريكومندد دوز في اليوم. فانا لو خدته النهارده هيكفيني النهارده، هحتاجه تاني بكره. طب ده يخليني اسال حضرتك، ممكن تقول لنا المكملات الغذائيه التانيه اللي بتقدموها شركه بيكس فارما؟ تمام. الجوينت بيكس ده خلاص اساسي. تمام. قلنا الفيتامين دي اللي هو احنا معانا الصوره اهي برده، متهيألي هي هم دي بقيت. احنا قلنا جوينت بيكس، وقلنا في دي بيكس اللي هو الفيتامين دي، واللي جنبه السي دي زد بيكس ده الكالسيوم. ده مهم جدا عشان العظم، محتاجينه عشان نبني خلايا العظم بتاعتنا. وفيتامين دي مكمل معاه، لازم الاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش اخد كالسيوم لوحده، ما ينفعش اخد فيتامين دي. فيتامين دي ممكن اخده لوحده لاسباب ثانيه، انما كعظم لازم اخد الاثنين، لازم اخد كالسيوم وفيتامين دي مع بعض عشان يخشوا جوه العظم ويعملوا بايندنج، فيبدا يتكون الخلايا العظميه. واخر حاجه خالص اللي هو الالب مالتي فيت، ده مالتي فيتامين فيه كل الفيتامينات الباقيه للجسم،
زي الزنك زي المغنيسيوم زي البوتاسيوم زي الفيتامين بي كومبلكس كله اللي هو مفيد بقى للاعصاب والالام والكلام ده كله. احنا المكونات بتاعت الاربع منتجات دي طبيعيه ولا فيها مثلا مزودين عليها حاجات كيميائيه؟ لا كلها طبيعيه 100% وكلها مصريه 100%، ما فيهاش اي نوع من انواع الحاجات الكيميائيه خالص. احنا بنتكلم عن مكمل غذائي مناسب للرياضيين، مناسب للناس اللي ما بتمارسش رياضه، ومناسب كمان للشباب من اول 16 سنه. حقيقي مظبوط. الحوامل بقى، هل لو واحده حامل تقدر ان هي تاخد المكملات دي؟ ما تقدر، بس برضه انا هقول لك ان الحوامل اصلا ليهم برضه تحاليل مخصوص وليهم نسب اعلى بكتير من الناس الطبيعيين. فاحنا لو هنديهم فلازم يكونوا برضه موجودين مع دكتور عشان يوصف لهم الدوز المظبوط بناء على اللي هي ناقصها. لان الحمل اصلا بيبقى فيه كذا اوبشنز للبيبي، حاجات وايه لها حاجات، فالتحاليل لازم تبقى مظبوطه والنسبه مظبوطه. انتوا بتعملوا تحاليل لاي كيس بتجيبه؟ اي حد لازم هنعمل له تحاليل طبعا ونشوف النسبه قد ايه ونشوف هو محتاج دوز قد ايه. بس احنا دلوقتي بنتكلم الحاجات دي لو بالنسبه للبني ادم او الانسان الطبيعي اللي ما عندوش مشاكل اصلا، فدي الديلي ريكومندد دوز اللي هو محتاجها يوميا كبني ادم فانكشنال في الحياه ما عندوش اي مشكله. لكن يعني لو عنده مشكله بتبتدي لكن عنده نقص بنشوف بقى النقص ده قد ايه والنسبه محتاجين نعليها قد ايه او في خلال فتره قد ايه. تمام. طيب طرق التواصل معاكم؟ طرق التواصل الارقام على الشاشه، هيتصلوا بيها هيلاقوا فريق طبي مختص بيتواصل معاهم وبيشوف احتياجاتهم ايه بالظبط ومحتاجين ايه وهيوفر لهم كل حاجه. حلو. طيب شركه بيكس فارما عامله دلوقتي برودكت حلو، مكمل غذائي حلو فيه كل الفيتامينات ووقائيه وكل حاجه. هل الشركه بقى بتاعت حضرتك بيكس فارما بتراعي بقى الثمن؟ لان انت عارف دايما بيبقى فيه كل اللي عايز يجيب مكمل غذائي بيبقى فيه تخوف من ان السعر يبقى غالي. تمام. لا من ناحيه الاسعار الموضوع في متناول الجميع على فكره، بشكل يعني انت لو سالوا على الاسعار الموضوع سهل جدا. انا هسال يا دكتور. لا اسالي. انا هسال. اسالي هتلاقيه جميل متوفر جدا وبسيط، يعني سعره بسيط جدا بالنسبه للاسعار اللي موجوده في السوق. لا هو سعره يعني كويس جدا جدا. يعني هيعجب الناس جدا بصراحه. الكورس كله على بعض رقم مش ضخم خالص. يعني تماما. والناس تقدر تتواصل معاكم عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه في أي وقت ونعمل هيلاقوا حد بيرد عليهم طبيا، يعني هتلاقي دكتور بيرد عليهم كمان مش اي حد. اوكي. طبعا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. أشكرك. خلصت فقرتنا وانت منورنا دايما في فقرات تانية ان شاء الله نتكلم فيها عن صحه الجسم والعظم والفيتامينات ونستفيد من حضرتك. بإذن للاسف. خلصت فقرتنا النهارده، استنونا في فقرات تانية كتير. باي.